تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم اخي فهو درب به به تحيا عالما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في هذا البرنامج المباشر مع دار الإفتاء الذي نجيب فيه عن تساؤلاتكم واستفساراتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية الاتصال على الأرقام الآتية 021-334-74-01 أو الرقم 021-334-74-02 أو الرقم 021-334-74-03. ويمكنكم أيضا أن تتواصلوا معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا أن تتابعونا على البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك. نبدأ الحلقة، بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال قال: هل يجوز للمزكي الاشتراط على العاملين على صرف الزكاة لمستحقيها في كيفية توزيعها ولمن تعطى؟ يجوز له أن يشترط عليهم، يقول لهم والله مثلا نبيكم تعطوها للفقراء، نبوكم تعطوها لأبناء السبيل، نبوكم تعطوها لكذا، ثم العامل عليها هو بالخيار الآن، إما أن يوافق يقول له باي نعطيها وين ما تبي، مثلا يبي يعطيها لأبناء السبيل يقول لني راو بنعطي الزكاة هذه واعطيها لأبناء السبيل فقط، ما تعطيهاش للفقراء ولا الغارمين ولا غيره. فإذا وافق على الشرط العامل عليها ينبغي عليه أن يوفي مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم أو المسلمون على شروطهم. فإذا رأى أنه لا يستطيع أن يوفي لا يوافق له، يقول له والله إليه ما نبيه، لا أريد أن أخرج لهذا الصنف لأن ما عنديش الآن أبناء سبيل، فإما أن تعطيني الحرية وإما أن تخرجها بنفسك. فهو يجوز له أن يشترط، ويجوز للعامل عليها أن يوافق ويوفي بالشرط، وألا يوافق ويردها له. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي والدتي لم تصم طوال شهر رمضان. يسأل عليه الظاهر أن يسأل عليه الفدية، هي فدية المريض الزمن هو الذي لا يستطيع أن يصوم ولا يرجى له برء لكي يقضي بعد ذلك. يعني يقولوا مثلا عفانا الله وإياكم الذين يأخذون دواء للكلى مثلا أو عند عملية زرع كلى، هذا الطبيب يخبره أنه لا يستطيع أن يبقي الكلية دون ماء لفترة زي الآن 16 ساعة أو 14 أو 15، فيخبره أنه لا يستطيع الصوم ولا يرجى له البرء. يعني بالعكس، هي دائما الأمور تكون أسوأ أو على الأقل محافظة على نفس النبط، فيقول لها ما تقدرش تصيم طول عمرك. هذا قالوا يندب له ندبا ولا يجب عليه، كرروها يندب له ندبا، بمعنى إذا كان يستطيع إخراج الفدية عن كل يوم يخرج الفدية ومقدارها 3 دينار عن كل يوم، أو مد من طعام عن كل يوم. فإذا كان عنده أدوية مثلا أو كان يأخذ في الزكاة مثلا أو يتسلف ليأخذ الدواء فله أن لا يخرج الفدية، لأنها مندوبة كما قلنا من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، ويأخذ بالمال الذي يريد أن يخرج به الفدية ما يحتاجه من دواء وغير ذلك. معنا الأخت فاطمة مبرك الشاطي. أيوة، السلام عليكم. نسألك الشيخ. انا اصلي انا وبنتي في البيت. تصلي؟ ايه انا وبنتي. هل يجوز انا وبنتي تأميها انت ونقرا من المصحف صلاة التراويح وصلاة العشاء، هل يجوز؟ انت تسألي على امامتك لبنتك ولا على القراءة من المصحف؟ إيه؟ من الإمام أنا وبنتي. تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أخ طارق من طرابلس. أهلا.
ايوه تفضل اخ طارق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لزكاه الفطر للاولاد، يعني ما هو الضابط في اخراج على الاولاد؟ هو هل هو السن او هو اعتماد على نفسه في مساله الدخل او شيء غير ذلك؟ يعني تسمع الاجابه باذن الله يا اخ طارق. عندك سؤال ثاني؟ تمام. به الأخت فاطمة من براك تسأل أنها تأم ابنتها في الصلاة. عند المالكية عندنا لا تجوز إمامة المرأة لا لمثلها ولا للرجال، لا في الفرض ولا في النفل، وبالتالي أنت الجماعة هذه لن تتحصل بها على أجر زائد، وبالتالي تصلين أنت من المصحف، وهذه قلنا أكثر من مرة أن لا بأس بالصلاة من المصحف ولا يعتبر العمل فيها كثيرا، ويحبذ أنك تأخذ المصحف أصلا اللي يقولوا له مصحف التهجد كل تمنين في صفحة، فلا تحتاجين أصلا إلى قلب الأوراق وأنت تصلين، تحطيه في مكان عالي هكذا وتكملي التسليمة متاعك، وبعدين وانت خارج الصلاة تقلبين الصفحات وتبدين تبدأين في التسليمة التي بعدها. فالقراءة من المصحف لا بأس بها بإذن الله ولا تبطل الصلاة، لكن إمامة المرأة للصلاة لا تجوز، والصلاة على المأمومة باطلة، اللي تصلي القدام هذه تصلي لروحها تتسمى، واللي تأتم بها رأى صلاتها باطلة. يعني على سؤالك أنت صلاة بنتك باطلة، فعلمها تقرأ القرآن ولا أعطيها مصحف ثاني وتصلي في جانبك أو تصلي في دار ثانية أو في أي مكان لتكون صلاتكما معا صحيحة. وإذا كانت البنت مثلا لا تستطيع أن تقرأ، نقول ما مش قارية قرآن قبل وما تقدرش تقرأ من المصحف، فلها أن تأتم بالرجال في مساجد الرجال، إذا كان في جامع ولا اثنين عندكم فيهم إمام يصلي ومدارين مكان مخصص للنساء فوق ولا في الجنب، المهم ما فيش اختلاط والأمور طيبة، يجوز لها بعد ذلك أن تذهب لذلك المسجد إذا كان ما فيش خوف عليها، وتأتم برجل بإمام من الرجال. الأخت رجاء من الخمس. أخت رجاء. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ. تفضل أخت رجاء. الشيخ عندي سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخت رجاء. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، عندي أختي يتيمة، هي هل يجوز بها هي تقاضى في مرتب مدرسة؟ تتقاضى في مرتب؟ ايه مدرسة. مدرسة؟ ايه. به؟ لكن هل يجوز بها الزكاة المتقاضى؟ ديونها ما تقصدش حقيقي. اخت رجاء صوتك غير واضح، هل يجوز لها زكاة الفطر؟ ايه. بس هي متزوجة ولا بروحها ولا هي بروحها؟ يتيمة. ماشي. عندها اخوت وعندها اخوت اولاد ولا ما عندهاش؟ عندها ايه. باي تمام. اخ مسعود من طرابلس. أخ مسعود. نعم. أيوة أخ مسعود تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. طبعا عندي سؤال من فرعين. تفضل. السؤال الأول، نعم أيوة نبي تفضل أخ مسعود. مكانة الإنسان المدلس والمضلل في مسيرة الإسلام، وأترى بمسيرة المجتمع، وأترى أيضا على القيم الروحية، ألا وتسمع فيا؟ نسمع فيك أخ مسعود. فأنا قلت لك نبي مكانة الإنسان المضلل والإنسان المدلس في مسيرة الإسلام، وخطره على هذه المسيرة، وبارك الله فيك. بارك الله فيك أخ مسعود. أخ أحمد.
ضربوا لي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك يا شيخ. الله يبارك فيك. سؤالي الأول، هل يجوز صلاة التهجد وقراءة عن طريق الجهاز؟ التهجد عن طريق الجهاز، النقال يعني تقصد؟ إيه، نقرأ القرآن ونصلي. تمام، بقى السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز الحج وعلي دين؟ تمام. شكرا يا شيخ. هو أخ أحمد. أيوة. أنت تطلع اسمك في القرعة ولا ما تطلعش؟ هو طلع اسمي في القرعة. بقى تسمع الإجابة بالتفصيل بإذن الله أخ أحمد. ماشي. أخت سمية من طرابلس. ألو، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، والله يعني أذن الفجر الثاني وما سمعتهاش. باه. وشربت مية، نص شربت مية. باه. قصدي نعاودة ولا تسمعي بعد الفجر بهلبة يعني تم الأذان؟ سبعة دقايق يا شيخ. ماشي الحال، تسمعي. قال لي زوجي لي سبعة دقايق مأذن. تسمعي الإجابة أخت سمية بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. ماشي أخت سمية. أخ سليم من مصراتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ عبد الباسط، جزاك الله كل خير. أجمعين يا رب، بارك الله فيك. أولا بنهني الأمة الإسلامية والأمة العربية بمناسبة العيد الفطر المبارك. إن شاء الله رب يعيد علينا وإن شاء الله النصر بين الثوار والأحرار. بإذن الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. هذه سؤال أول يا شيخ عبد المحسن، هذاك في الله لدر سؤال أول. تفضل. ما الحكمة من إخراج زكاة الفطر؟ ما الحكمة من إخراج صلاة الفطر، زكاة الفطر؟ ولماذا ليلة القدر خير من ألف شهر؟ يعني ألف شهر هي من العدد يعني 73 عام و 333 يوم. وما معنى الصوم جنة؟ شوية بس، لماذا ليلة القدر خير من ألف شهر؟ أعرف. تمام. يعني ألف شهر تعادل إلى 83 عام و 333 يوم على حسب علمي يعني. تمام. ومعنى الصوم جنة؟ ما معنى الصوم جنة؟ ايوه. السؤال الثاني، من دخل في صف الظهر دخل مع جماعة من الركعة الثانية ولا صار يصلي مع الإمام، هل صلاة صحيحة؟ دخل صلاة الظهر الركعة الثانية ولا صار وصلي مع الإمام وسلم معاه وصيب بكل ولا ناضل اللي بعدها؟ ولا لا لا، وكبر الصلاة الماضية يعني سلم عمدا ولا سهوا؟ لا سهوا يا شيخ. سلم سهوا واكمل صلاته. تسمع الاجابه باذن الله. السؤال الثالث، لماذا قام رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود حيث يعلم يعرف انه لا ينفع ولا يضر؟ تمام. السؤال الرابع الاخير يا شيخ لو سمحت، يعني توفي شابان مسلمان في حادث سير عليل وتم حفر قبرين لهما في المقبرة وبجانب بعضهم. كان حفر القبر الأول سهل وبسيط، أما حفر القبر الثاني فكان صعب ومسهل، فهل في هذا شيء؟ تمام، تسمع الإجابة بإذن الله. بارك الله فيك وسهلا طيب. الله يبارك فيك، كل عام أنتم بخير إن شاء الله. أخت أم عبد الله من غريان. صعب ومسهل وهل في هذا شيء؟ ألو. ايوه ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام انت بخير. سلام انت بخير ان شاء الله. الله يبارك. والله عندي سؤال يا شيخ، انا نخدم في مزده ما انا عامله هنا في غريان وعملي في مهديه، انا عامله في مزده لكن نخدم هنا في غريان ومعاشي من غادي وما نمشيش للعمل، شنو في بخصوص الراتب هذا؟ انت نزلك الراتب ولا ما نزلكش؟ نازل الراتب المصرف لكن ما مصحشات، أنا نسيت ما خدمت لكن ما بوش يحولوني هناك. باي، تسمعي الإجابة بإذن الله. إن شاء الله. أخ محمد من طرابلس. ألو. أيوة سيد محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. الله مبارك مبارك. إن شاء الله مبارك. أجمعين يا رب. أنا بنسألك عندي سؤال، عندي زوجتي. إيه.
عندها الضغط وخدت حبة الضغط نسيت ما خدتش حبة الضغط لدان يدان لدان الأخير الثاني يدان وهي خدت حبة الضغط وشربت هل هذا فيها في بداية الأذان ولا في نهايته ولا شنو؟ في الوسط به تسمع الإجابة بإذن الله نعم الأخ أحمد من طرابلس أخ أحمد تفضل أخ أبو عثمان من طبرق أيوة السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك تمام الله يبارك فيك يا شيخ ونبي عندي سؤال والله تفضل أنا يا شيخ طبعا الصحية تعبان شوي وكياز الفجر نصلي الفجر ونصلي الصبح طوالي جلس بعضا تصلي في الفجر والصبح أصلي الفجر والصبح طوالي بعد الأذان بعد الأذان تمام شن سؤالك يا أنا وسؤال ثاني مرات نوع العصر نصلي الظهر وبعدين نصلي العصر هل يجوز يا شيخ أمتى تصلي فيهم المرات نوع بعد العصر نصلي الظهر نقول إيش نصلي الظهر نصلي الظهر ونصلي بعد العصر تصلي في الظهر بعد أذان العصر يعني لا أصلي الظهر قبل بعدين أصلي العصر. باي تسمع الإجابة بإذن الله تسمع الإجابة. أخ أبو عثمان. بارك الله فيك أخ عثمان. أخ محمد من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت طيب يا شيخ وكل الله يبارك فيك. الله يبارك فيك كل أنت بخير. بارك الله فيك بارك الله بالله يا شيخ نبي تقول كلمة للأوقاف فيما يتعلق إحنا كأئمة يعني إمام. إيه. في مسجد وتم عزلي بدون مبرر. وطبعا الواحد صاحب أسرة ووقفوا عليه الرجاء كل رجاء يعني وأنتم كلمتكم مسموعة الحقيقة والله إن شاء الله نوجه رسالة إذا كان يسمع فينا إن شاء الله نكون سبب في عادتك لعملك إن شاء الله معاناة إن شاء الله نوجه رسالة وإن شاء الله نكون سببا في إرجاعك لعملك بإذن الله وأنا متأكد من هذا بارك الله فيكم كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله بإذن الله كل عام أنتم بخير إن شاء الله الأخت حياة من الخمس أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لك يا شيخ كل عام معك في البرنامج الله يبارك فيك ونعاد عليكم الصحة والعافية أجمعين يا رب بنقول لك يا شيخ بالله من السلك على زكاة الفطر ده هي نعرف إن هي يعرف فيها مال ولا هي حبوب بس أنا بنسألك إن إحنا بنعطوها خارج مدينتنا ده هي والطريقة بنقول لك عليها كيف وقولي هذه صح ولا لا يعني مدينة بني غازي هم ناس يعني جدت عليهم ظلم الأيام وإن شاء الله خير عليهم المهم بنبعتوها لهم إحنا كيف نبعتوها لهم الهيئة إحنا نشوفهم رصيد ونبعتوها لهم الهيئة رصيد ده هي وهم ياخذوا غادي رصيد هذا طبعا عن طريق التليفون يبيعوا للمحل وياخذوا القروش من صاحب المحل تصحي ولا لا وهم فقراء جدا يعني محتاجين اكثر من الفقراء اللي في جنبكم او متعرضين حتى لحادث سرقه بيت وهيك هم ظروفهم يعني تعبت شويه باهي تسمع الاجابه بسم الله باذن الله تسمع الإجابة. الله يبارك الجميع الأخ طارق من طرابلس يسأل على زكاة الفطر على الأولاد هي العبرة في زكاة الفطر قال من تجب نفقته عليك من تجب نفقته عليك يجب عليك أن تخرج عليه زكاته عند معاش ما عندهش معاش هذه مسألة أخرى من تجب نفقته عليك عندنا احنا الزوجة إن شاء الله حتى مليونيرة أنت اللي تطلع عليها الزكاة عندنا الأبناء الذكور ما لم يبلغوا الحلم الـ15 أو الـ18 المهم ما دام مش بالغ نفق عليك أنت ولو وبالتالي الزكاة عليك أنت حتى ولو كان عنده دخل
والبنت التي لم تتزوج ولو كانت كبيرة، هذا كلها كل هذه الأصناف نفقتهم عليك، وبالتالي أنت تخرج الزكاة عنهم. ومنهم أيضا الأب والأم الفقيرين، إذا عندك أبوك وأمك فقيران فيجب عليك أن تخرج عنهم زكاة الفطر. هذا الأصل. لما نقول يجب عليك أن تخرج، يعني لو هو ما طلعش أنت تأثم. نفرض أني عندي ولدي 10 سنين وعنده مثلا نجح في مسابقة ولا اللي هو، وعنده مال كثير، إذا لم يخرج هو الزكاة واني ما والولد صغير الآن 10 سنوات لم يبلغ واني ما طلعتش عليه الزكاة، أأثم أني الآن لأني لم أخرج الزكاة، لأن نفقته واجب علي. فإذا أخرجها هو مش معنى أنني يجب علي أن أخرج، إن لو هو أخرجني لازم نعاود، لا مش هذا المقصود. يعني لو الزوجة جت لزوجها وقالت له والله هذا فلوسي ولا هذا الطعام متاعي وطلع زكاة، لا أطالب بإعادة الإخراج مرة أخرى، وبرئت ذمتي أمام الله عز وجل. لكن إذا هي لم تخرج حتى مع غناها يجب علي أن أخرج عنها أنا، لأنها في نفقتي. وبالتالي العبرة بوجوب النفقة من عدم الوجوب. وعرفت عرفت أنت من تجب عليك نفقته، اللي هو الابن الذكر ما لم يبلغ بعد البلوغ، إذا لم يخرج هو اللي يأثم ولك أن تخرج عنه أنت، والبنت التي لم تتزوج، والزوجة والأم والأب الفقيران، هؤلاء يجب أن تخرج الزكاة عنهم. فإذا أخرجوهم عن أنفسهم لظرف من الظروف تكون قد برئت ذمتك أمام الله عز وجل. الأخت رجاء من الخمس تسأل عن أختها يتيمة تتقاضى في مرتب التدريس، هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لها أم لا؟ الظاهر في غالب الأحوال أن لا يجوز إعطاء الزكاة لها، لأن المدرسة تقريبا تأخذ 600 أو 700، ما نعرفش قداش ليها هي تقري، لكن أعرف أن المبتدئين ممكن يأخذوا في 600 أو 700. فإذا كان ما عندهاش مرض لا قدر الله وربي معافيها وما عندهاش ديون وما عندهاش أشياء أخرى، فالظاهر أن 600 هذه تكفيها. لكن إذا كان في ظروف أخرى، مثلا أجر ب500 جنيه ولا عندها مرض خطير لا قدر الله وتصرف عليه في أموال، هذه ما نعرفش. لكن ظاهر السؤال أن المدرسة اللي وحدها عندها 600 700 جنيه يكفوها، ولا تستحق أن تأخذ لا زكاة الفطر ولا غير زكاة الفطر، ما لم يكن كما قلنا لها ظرف آخر لم يرد في هذا السؤال. الأخ مسعود من طرابلس يسأل عن مكانة الرجل والمدلس، نقول المستمع يعني رجل ولا مرأة لا بأس، مدلس والمضلل وأثره على الإسلام، على حسب هذا الشخص وعلى حسب من يتأثرون بتدليسه وتضليله. إذا كان هذا الشخص يتبع في نفرين بس هذا لن يؤثر على الإسلام، ماذا سيؤثر على الإسلام؟ هو في النهاية لن يؤثر على الإسلام، مع أن حد يؤثر على الإسلام بمعنى يجعل دين قوي ولا صح ولا غلط، هذه لا، لكن نقص يؤثر على المسلمين أو على أتباع المسلمين أو على وضع المسلمين، لأن الإسلام هذا محمي من البارئ عز وجل، وهو الذي أنزله وهو الذي سيظهره بعز عزيز أو بذل ذليل، وسيدخله كل بيت مذر أو وبر كما ورد في الحديث بعز عزيز أو بذل ذليل. لكن تأثير المدلس هذا على من يتبعونه، فإذا كان الشخص هذا يتبع فيه ملايين مثلا على صفحته وكل كلمة يقولها يتأثر به الملايين، هذا لا شك أن تأثيره على المسلمين خطير، إذا دلس عليهم وضللهم وأخرجهم من طريق الصواب إلى طريق الخطأ أو من طريق النور إلى طريق الظلمات، لا شك أن خطره عظيم وسيجازى على كل من ضلله. وإذا كان بالعكس شخص يتبع فيه ملايين وأرشدهم إلى الخير، هذا أيضا سيجازى عن كل من أرشدهم إلى الخير. بحسب مكانة الشخص هذا المدلس والمضلل وما يدلس فيه وما يضلل فيه يكون جزاؤه ويكون خطره يكون خطره شديدا على المسلمين. أما اللي تبع فيه نفر ولا اثنين هذا
لا تأثير له، وفي الغالب حتى إثمه يكون أقل وخطره وضرره يكون أقل، والله ورسوله أعلم. نخرج إلى فاصل ثم أكمل بإذن الله الإجابة عن بقية الأسئلة بعد الفاصل. فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم اخي فهو درب به نور. نور الهداية سار صدري، هو مبتدا انسي وعمري، فعزمت للرحمن امري وعلى عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما ارتوي. فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم اخي فهو درب به نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ احمد من القربون يسال هل يجوز الصلاة من النقال؟ قلنا إنها يجوز، وبالعكس القراءة من النقال أقل عملا من المصحف، لأن المصحف فيه كبر وكذا، أما النقال بسيط وبضغطة واحدة تستطيع قلب الأوراق وغير ذلك، وبالتالي تجوز الصلاة منه بإذن الله تعالى. يسأل أخ أحمد هل يجوز الحج وعليه دين؟ يجوز الحج وعليك دين، وبخاصة إذا كنت تستطيع سداد هذا الدين. والآن الأخ أحمد نتيجة صعوبة الحصول على الحج، يعني في اللي 15 و16 العام وربما أكثر وهو يقدم في القرعة ولا يسهل الله له. فالآن أنت الآن هذه فرصة، لو تركت الحج من أجل الدين وهو يجوز أيضا شرعا، لو كان عندك دين تخلص دينك وتترك الحج إلى أن تستطيع، وتعتبر يعني نوعا ما من قبيل عدم المستطيع، لكن إذا صدقت نيتك في سداد هذا الدين بإذن الله فأنصحك أن تحج هذا العام، لأن ربما إذا فوتت هذه الفرصة لا تستطيع أن تتحصل عليها بعد ذلك. وورد في الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فأنت أصدق النية أو أصدق النية في أنك ترد إلى الناس دينهم بعد أن تخرج إلى الحج بإذن الله تعالى وبتوفيقه وكرمه ومنه، يوفقك إلى الحج وإلى سداد ما عليك من الديون. وإن كان شرعا يجوز لك أن تمتنع عن الحج نتيجة وجود الدين عليك، إذا كنت لا تستطيع أن تسدد هذا الدين ممكن تلغي الحج هذه، لكن أخلص النية لله عز وجل وبإذن الله تتحصل على الحج وتتحصل على سداد الدين. الأخت سمية أفطرت بعد الفجر بسبع دقائق لأنها لم تسمع أذان الفجر. كل ما عليك يا أخت سمية هو قضاء يوم بدل هذا اليوم، لما يتم رمضان بإذن الله تعالى على خير والأمة الإسلامية جميعا بإذن الله في خير، تصومين يوما بدل هذا اليوم الذي أفطرته دون علم ودون قصد. الأخ سليم من مصراتة يسأل ما الحكمة من إخراج زكاة الفطر؟ وردت الحكمة منصوصا عليها في الحديث، قال طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وإن كان الحديث فيه مقال، لكن هذا طهرة للصائم، حيث لو يوم تنرفزت ولا قلت كلام ما ينفعش، أو يوم ما كانش صيامك هو الكامل الذي يرجى ثوابه كاملا، فتكون هذه الزكاة مخلصة للشوائب، نقولوا احنا نقولوا زي لما تسنفر الرخام، هذه التسنفير
الرخامة لما تصنفرها تطلع جميلة. كذلك زكاة الفطر زي تصنفيرة للصيام، بدل يطلع فيه شوائب ومخلط ويوم سب ويوم رقد ويوم تعصب ويوم دار ويوم دار، تكون هذه الزكاة طهرة لهذا الصيام. أيضا من حكمتها كما ورد في الحديث تعمل المساكين وإغنائهم عن السؤال في هذا اليوم. اليوم يوم فرح ويوم سرور بإذن الله للأمة الإسلامية كاملة، والفرح والسرور فيهما مشروع ومطلوب شرعا. فبدل المسكين هذا الفقير يقعد يلود من واحد لواحد يقول نبي نلبس صغاري ونبي ناكل ونبي نشرب، فأنت اللي تغنيه، تشعره بمكانته وعزه في المجتمع الإسلامي، أنت اللي تطقطق عليه وأنت اللي تعطيه الفلوس أو تعطيه للطعام على حسب ما تريد أن تخرج، ليكون سعيدا مثل بقية المسلمين ولا يضطر إلى السؤال في هذا اليوم الذي الأصل فيه السرور والفرح وليس الذلة والمسكنة والخضوع للناس. لماذا ليلة القدر خير من ألف شهر؟ هذه منة من الله عز وجل. ورد في الحديث إن الناس كانوا يقومون عمرهم طويل في بني إسرائيل اللي يوصل ألف عام وأكثر من ألف عام زي سيدنا نوح وغيره، لأنه هو دعوته فقط 950 عام وهو أكثر طبعا من 350 عام. ورد في بعض الأحاديث أيضا أن شخص سأل قال سيأتي طلب إمداد عمره، هو مش عارف عمره 300 تقريبا، طلب في إمداد عمره فقالوا له أنت في آخر الزمان ناس يجوا عمرهم 60 عام بس. قال لو أني كنت عايش مع الناس هذوك نقعد نصلي من اللي تولدني أمي لين نموت، ما لا ناكل ولا نشرب، يعني مدة بسيطة جدا عنده هو يقضيها كلها في العبادة. فهذا الرجل اللي في بني إسرائيل يعمل عملا كثيرا، فالمسلمون يعني قالوا يا ريتنا زي احنا نحصدوا نقعد طائعين الفترة الطويلة هذه من العمر، لكن أعمارنا لا تبلغنا هذه المكانة. فامتن الله عز وجل على رسوله وعلى المسلمين بهذه الليلة، هي الليلة واحدة وأجرها يوازي 80 سنة أو 83 سنة أو أكثر أو أقل، المهم يوازي ألف شهر في الخير، فهي منة وفضل من الله عز وجل على هذه الأمة الإسلامية التي عمرها قصير لتدرك بفضل هذه الليالي ما لم يدركوا حتى هؤلاء بطول عمرهم. يعني تخيلوا لو شخص مثلاً قعد بعد البلوغ بس قعد 10 سنين فقط، وكل رمضان في هذه العشر سنوات صادف ليلة القدر قائما محتسبا، يعني في العشر ليلات هادو يطلعوا له 830 سنة، يعني أكثر حتى في 10 أيام فقط العمل الذي عمله يكون أكثر من عمر هؤلاء الذين طال عمرهم. فهي ميزة للأمة الإسلامية وخسارة التفريط فيها ممن نجدهم يفرطون. على الأقل اعمل أقرأ شوية قرآن، صلي تراويح، صلي تهجد، سبح شوية، تصدق ولو بدينار في الليلة، صل رحمك في تلك الليلة، تجد نفسك جمعت مجموعة كبيرة من الأجر. وتخيل نفسك لو تصدقت بدينار ألف شهر وانت كل يوم تتصدق بدينار، شوف المبلغ، تلقاه ربما أكثر من الذي تصدق بألف دينار أو ألفين دينار في يوم تاني، وهذا لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن وفق الخير في هذه الليلة وفي هذه الليالي. تنبيه بسيط، وكأن الناس أصبحوا يدوروا في ليلة 27 بس وتاركين بقية الأيام، ما يعتكفوش إلا 27، ما يقيموش الليل كامل إلا في 27، ما يفعلوا. هذا الأمر حقيقة مخالف لما أراده الشرع. الشرع أراد تعمية هذه الليلة أو إخفاءها لنجتهد في العشر كاملة، فلما نجتهد في العشر كاملة نضمن أنني صادفت أو صادفت ليلة القدر بإذن الله طبعا. لكن لما نخليها في 27 بالك هي 25، بالك هي 21، بالك ليلة تانية، بالك حتى في الزوجيات قال تمسوها النبي صلى الله عليه وسلم، يبيك انك تزيد مش تسيب العشر كلها وتاخذ الفرديات والزوجيات ترقد وتلعب وتسيبهم. فالعشر كلها فضل،
ومن حافظ على العشر بإذن الله يوفق الله عز وجل لليلة القدر. ما معنى الصوم جنة؟ الجنة هي الوقاية، وقاية من النظر إلى الحرام، وقاية من الوقوع في الحرام، جنة أيضا لأنه يخليك تشعر بحال الفقراء وتتصدق ويكون لك جنة من النار. هذا معنى الصيام جنة، وجنة بإذن الله لما يزيد أجرك بالصوم يكون لك جنة ووقاية من العذاب يوم القيامة، بالإضافة لجنة بطريقة أخرى من رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فأنت أيضا هذا جنة بمعنى وقاية وحفظ من كثير من الأشياء، أيضا حفظ حتى من المرض، وهذا ثابت علميا إن اللي صيم الجسم بحاجة لهذه الفترة من السنة اللي هي فترة شهر إن ترتاح البطن قليلا. إذا هو جنة من المرض، وجنة من النار، وجنة من النظر إلى الحرام أو الوقوع فيه، وجنة من الرفث والفسوق بالقول. هذا كله يقيه أو يكون سبب الوقاية فيه هو رمضان. هذا معنى الصيام جنة أو الصوم جنة. قال: دخل الظهر في الركعة الثانية وسلم سهوا وأكمل، هذا يلزمه سجود للسهو بعدي. الآن إذا لم يطل طبعا الأمر سلم الإمام، سلمت معه ساهيا ثم تذكرت أن لي ركعة لم آتي بها، آتي بها ثم أسلم وأسجد سجدتي السهو، سجود بعدي، لأن عندي ركن هنا زيادة وهو ركن السلام، فسجودي يكون بعديا وصلاتي صحيحة. أما إذا طال الأمر والطول بثلاثة أشياء، أني أخرج من المسجد وبعد ما طلعت من المسجد تذكرت أنني عندي ركعة، نقول لهني صلاتك بطلت، أو انتقض وضوئي، سلمت مع الإمام وانتقض وضوئي مباشرة، فهني معاش ينفع أن توضى وأكمل الركعة، لا أكمل الصلاة باقية، أو بالطول العرفي قعدت مقعمز رجعت حزب من القرآن ولا قعدت نهدرز مع الناس فترة وبعدين اتذكرت أنني مازال لي ركعة، يقولوا لي لا صلاتك بطلت وتحتاج إلى صلاة جديدة. لماذا قبل النبي الحجر الأسود؟ لا أعلم، هي عبادة مندوبة، الأولى فيها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا أعلم حديثا الآن فيه علة تقبيل الحجر الأسود إلا الاتباع فقط، اتباع النبي واتباع الشرع. وورد عن عمر قال: لولا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذا المسألة في الاتباع فقط، لكن هل فيه علة تانية؟ لا أعلم علة تانية للتقبيل غير اتباع الشرع. سأل عن شابين توفي في حادث، أحدهما كان قبره سهلا، حفر القبر سهلا، والآخر كان صعبا. قد لا تكون هذه علامة على شيء، وقد تكون علامة على شيء آخر لا أدري، لكن إحنا لسنا مطالبين ما دام القبر حفرة صعب إن نحفر له قبر سهل. قد تكون علامة على حسن الخاتمة وقد لا تكون، ليس بالضرورة أن اللي حفرنا له قبر سهل معناه هذا ختمت حسنة أو هو طائع، واللي حفرنا له قبر صعب معناها عاصي وكذا، ليس بالضرورة أن تكون كذلك. ونسأل الله عز وجل أن يتوفاهما برحمة منه ورضوان وجميع المسلمين هم ولا غيرهم، لكن ليس في ذلك علامة يجب اللجوء إليها شرعا، نقول هذه مدامة هكي راو هكي، لا، هذه علامة عادية لا تحتاج إلى تكيفات شرعية أو إلى أوامر شرعية بعدها. الأخت أم عبد الله من غريان تسأل عن المعاش في مزدة، تخدم في مزدة وما بش يحولها في غليان. هو مبدئيا هذا من خيانة الأمانة يا أخت أم عبد الله، وينبغي عليك التخلص من هذا المال. اسعي كما تستطيعين في محاولة النقل، وإذا كان الآن المسؤولون يسمعون يا رب يعني يكون، لماذا هذا التعسير على الناس؟ مرأة وتسكن في غليان
وهي متعينة في مزدة، لماذا تعسر؟ إذا كان عندك إمكانية النقل لماذا تعسر؟ سهل على المسلمين ليسهل الله عليك يوم القيامة، نفس عنهم الكربة لينفس الله عنك كربة يوم القيامة. فلماذا هذا؟ لا أدري. المسؤولون أيضا وكأنهم يريدون الناس أن يأكلوا الحرام. بهذه المرأة الله أعلم بظروفها، لا علم لي بها، لكن الله أعلم بظروفها، وهي بعيدة ومرأة في النهاية، والله كان راجل نقولوا له دبر، لكن مرأة بتصيب عيالها ورجلها وزوجها ما نعرفش من معاها في رمضان والله في غير رمضان، وبتمشي ما نعرفش قداش كيلو بتجي، يعني أمر حتى خوف الطريق الآن في ظل الظروف التي نعيشها صعبة. فيا المسؤولون ينبغي عليهم أن يراعوا مثل هذه الظروف، لكن إذا لم يقوموا المسؤولون بواجبهم احنا ما ناكلوش الحرام. الله غالب يا أخت أم عبد الله، إذا حصلت تعيين في غريان خير وبركة، وإذا ما حصلتيش راو المال الذي تأخذينه بدون وجه حق، وما دام بدون وجه حق الأموال التي نزلت لك في المرتب تتخلصين منها بجعلها في فقراء المسلمين أو في مصالحهم. كان مبلغ كبير يا تصدقي بهم الحفر اللي في الطريق، ولا تديري بهم حمامات لمدرسة، ولا تعطي بهم أدوات لمستوصف، المهم تديريهم في شيء هو واجب على الدولة أصلا. صيانة الطرق واجبة على الدولة، صيانة المدارس واجبة على الدولة، إطعام الفقراء واجب على الدولة أيضا، توفير الأدوات الصحية واجب على الدولة. فأني أخذت أموال الدولة وجعلتها في واجبات الدولة أيضا. هذه معنى التخلص، وفي أجر التخلص من الحرام لا شك، لأن أكل هذا المال حرام وترك الحرام فيه أجر، وبالتالي أجرك على الله، ومن ترك شيئا لله بإذن الله يعوضه أضعافه في الخير وبالحلال. يا أخت أم عبد الله، الأخ محمد من طرابلس يسأل: الزوجة أخذت حبة الضغط في وسط الأذان، الآن ما دام بعدت في الأذان هو الآن يجوز لها أن تأخذها، إذا كانت هذه الحبة ضرورية يجوز لها أن تأخذها إذا نسيتها في الليل حتى وهي في الصيام، وتفطر وتكمل تفطر اليوم إذا كان أخذت الحبة من أجل المرض، تكمل بقية اليوم مفطرة وتقضي. أما هذه اللي أخذتها في نص الأذان هذه يجب عليها أن تقضي يوما بدلا، لأن قربت إلى النهاية، ونقول لها أنت افطرتي الآن بسبب شرعي لأن عندها مرض هي على كل حال، لكن يجب عليك أن تقضي يوما بدلا. بعض الناس يوسع في مسألة الأذان، لكن التوسيع فيها قد يضر أكثر مما ينفع، يقول لك ما دام الأذان ما كملش ما قالش لا إله إلا الله عادي تاكل، لكن مسألة التوسيع فيها يجر إلى مشاكل لا تحمد عقباها. يعني المهم المسألة الأفضل أن تقضي يوما بدل هذا اليوم، أو يجب عليها أن تقضي يوما بدل اليوم الذي أفطرت فيه. الأخ أبو عثمان من طبرق يصل يصلي الفجر والصبح، هذا لا بأس به، إذا كنت لا تستطيع أن تصلي في جماعة بتصلي الفجر بعد الأذان وتصلي بعد الصبح، هو هذا الأصل، الأصل أنه يصلي الفجر الإنسان، ما فيش داعي شرعا أنك تخلي بينهم فترة طويلة، لا تقدر تصلي الفجر وتسلم مباشرة وتصلي الصبح مباشرة. أما إذا كان تقدر تصلي في الجماعة وكذا فالأفضل أن تنتظر الجماعة. والظاهر من صوت الأخ أبو عثمان، أسأل الله عز وجل أن يشفيه، الظاهر أنه تعبان ولا يستطيع هذه الأمور، فنقول لك صلي مباشرة. الطريقة اللي درتها في الجمع بين الظهر والعصر هي اللي سموا فيها الجمع السوري، أنك تأخر الظهر إلى آخر وقتها، نتيجة صعب أني مثلا نقوم أتوضأ مرتين ولا عندي ظروف صحية صعبة، نأخر الظهر إلى آخر وقتها، ولما يقول أني نقول السلام عليكم يقعد دقيقة ولا دقيقتين ويؤذن العصر، بمجرد إكمال الأذان نصلي العصر ونكون هيك أرحت نفسي من أشياء كثيرة. هذا يقال له الجمع السوري، وهو جائز لا حرج فيه، جائز حتى لغير المريض، لأن صلى الظهر
في وقتها الاختياري وصلى العصر في وقتها الاختياري. وتأخير الصلاة في الوقت الاختياري صحيح أول الوقت هو الأفضل، لكن تأخير الصلاة إلى نهاية الوقت الاختياري لا إثم فيه ولا حرج، فما تفعله يا أخ أبو عثمان جائز ولا حرج فيه، وأسأل الله عز وجل أن يشفيك مما أنت فيه ويعافيك. الأخ محمد يسأل، هذه أمانة الأخ محمد من طرابلس يسأل فصلوا بدون وجه حق، هذه أمانة إلى كل المسؤولين، أمانة المسؤولين. أنت الآن ماذا ستستفيد؟ إن حتى في المثل يقول لك قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، ممكن لو قتلته راك ريحته، لكن لما كل العيد ولاد يعيطوا له يقولوا له نبوا ناكلوا نبوا ناكلوا ما عنداش، نبوا نلبسوا وهو ما عنداش، ونبوا نديروا ما عنداش، نبوا شنطة ما عنداش، يعني أنت الآن تقتل فيه ألف مرة ربما في اليوم، مش تو في الأيام هذه الفاضلة اللي هي قبل العيد ممكن تقتل ألف مرة، لأن الولد يجي عيط توا وتسكته وتلهيه ويجيك بعد خمسة دقائق وبعد عشرة دقائق. فإذا لم يكن هناك مبرر لا شك أن هذا أمر محرم. أنت تبي تفصل نتيجة اتجاهات سياسية، ولا أنت الآن بينك وبين العمل، إذا حاط إمام كافي هذه الـ الوظيفة وديما يصلي بهم والناس حابينه، راه يحرم عليك أن تخرجه من عمله وأن تقطع رزقه. كان عندك أسباب معينة بين له، قول له أنت ما تجيش، معينين لك إمام وما تجيناش إلا في وقت واحد وديما ما تجيش، والله حتى هيك يسكت. لكن الرجل ولا معينة مؤذن ويؤذن في الخمسة، أو معينة قيم وقائم بشؤون المسجد، وجي تفصل نتيجة خلاف سياسي، ولا نتيجة هو ما عاجبكش، ولا نتيجة قالك أمر معين، هذا لا شك أنه أمر محرم. أنت حرمت من رزقه بدون وجه، بدون وجه شرعي. فإذا كان يسمع فينا الآن المسؤولين، راوا هذه أمانة استرعاكم الله، هذه الأمانة مش باش تحطوا اللي تبوه وتنحوا اللي ما تبوش، لا، باش تقوموا بالعمل، فمن قام بالعمل تبوه ولا ما تبوش أعطوه أجرة ما دام قائم بالعمل، واللي مش قائم بالعمل تبوه ولا ما تبوش لازم ما تلزوه. لكن تخلي اللي ما يخدمش لأنه صاحبك ولا شبح شني، وتلز اللي باهي لأنه بينك وبينه كلمة، هذا لا شك أنه أمر محرم. وعندنا القدوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لرجل إني لا أحبك، عمر هو الذي رضي الله عنه قال لرجل إني لا أحبك، فقال له الرجل أينكس ذلك من عطائي شيئا؟ يعني المعاش متاعي بتنحيه على خاطر أنت ما تحبنيش؟ قال لا أنا ما نحبكش لكن نعطيك معاشك كامل. فقال له إنما يبكي على الحب النساء. قال له باي خلاص، غير ما دام بتعطيني معاشي تحبني ولا ما تحبنيش هذه مسألة أخرى، فأنت ليك القدوة في عمل سيدنا عمر. اختلفت مع هذا الشخص ولا ما اختلفتش معاه؟ ما دام مؤدي عمله أداء كاملا ينبغي عليك أن تعطيه أجره كاملا وتعطيه معاشه. أما تلز لأن بينك وبين واحد لا شك أن هذا من خيانة الأمانة. آخر سؤال أخت حياة من الخمس، الظاهر يا أخت حياة هم ما تشددوش في مسألة زكاة الفطر أنها تخرج في نفس المكان، لكن ما دام الناس بالوضع اللي انت قلت عليه وهم أشد احتياجا وفقرا من هم في المدينة، حتى الزكاة العادية أجازوا في هذه الحالة أن تخرج إلى أبعد من مسافة القصر. وبالتالي الفكرة اللي قلتها إذا كانت توصل المال كاملا إلى هؤلاء الناس، يعني لما أنا مثلا زكاتي 30 جنيه، لو نحمل له 30 جنيه هو ذاك حصل 28 بس لأنه ياخذوا منه، هذا ما ينفعش. في هذه الحالة نحول له 35 مثلا باش هو ياخذ زكاتي كاملة اللي هي مقدارها 30 جنيه. فإذا كان بهذه الطريقة ويحصل على مقدار زكاتك كامل وهم أكثر احتياجا من الناس اللي في الخمس، فأرجو من الله عز وجل ألا يكون بها بأس، وهذا ما نص عليه الفقهاء في زكاة الفطر التي هي أكثر طلبا أن تؤدى داخل البلد. بنهاية هذا السؤال أكون قد وصلنا أو أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في الإجابة عن استفساراتكم الشرعية.
فإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وإن كان صوابا فمن الله وحده. على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى، أستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور. بالحب تلقاك البدور، ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا و